قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. المؤمنون والمؤمنات على العكس من صفات المنافقين. المؤمنون والمؤمنات على العكس من صفات المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات عدة وعود سنبينها إن شاء الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، أي من جنس بعض، كلهم مؤمنون سواء كان رجل أو كان امرأة، وكلهم متشابهون في صفاتهم النفسية والسلوكية سواء كان رجلا أو كان امرأة. وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات صنف متميز في صفاته النفسية وفي صفاته السلوكية. بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا، والولاء الطاعة، أي ينصر بعضهم بعضا. فالمؤمنون ينصرون بعضهم على الدجالين الكفار الذين يتسلطون عليهم، والكفار الفجار من المنافقين ينصرون المؤمنين الكافرين على المؤمنين. إذن كل من ساعد الكافر في قتل المؤمنين الأبرياء العزل في سوريا وفي غير سوريا فهو كافر مثله، لأنه يساعده على كفره. ما هي صفات المؤمنين والمؤمنات السلوكية؟ أولا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عكس المنافقين تماما. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، يأمرون بما أمر به الله من بر وطاعة لله وحب للمؤمنين بعضهم لبعض والإنفاق في سبيل الله وعمل الخير ماديا كان أو معنويا، وينهون عن المنكر، ينهون عن كل أمر نهى عنه الله تبارك وتعالى، ليحصل في المجتمع التوازن والأمن والطمأنينة الاجتماعية، فتنعدم الجريمة تقريبا. أقول تقريبا لأنه لا يمكن انعدام الجريمة نهائيا في أي مجتمع من المجتمعات، ولكن عندما تكون شيء بسيط جزئي تكون في حيز العدم. ويقيمون الصلاة، الشيء الثاني إقامة الصلاة. المنافقون في سورة أخرى قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني أمام عيون الناس قوموا صلوا، كما ضربت مثال سابق أنه يأتي للصلاة ويأتي لدرس فلان الشيخ من كذا حتى يكسب زباين يظنوا مسلم حتى يربح والعياذ بالله تعالى. أما المؤمن يقيمون الصلاة، المؤمنة يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلوات المفروضة بأوقاتها وشروطها وخشوعها، ويؤتون الزكاة الواجبة المستحقة عليهم لأصحابها من الفقراء، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله في كل أمر أمر به الله ورسوله، كما قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. يطيعون الله بكل ما أمر به الله ورسوله، لأن الرسول مبلغ أمر الله. أولئك، أي المتصفون بهذه الصفات، سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز حكيم، إن الله قوي غالب لا يمتنع عليه شيء. فالمنافق الجاهل الغبي الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: ولكن المنافقين لا يفقهون، يظنون أنهم على الشاطر مدبرين أنفسهم، ولا يعلمون أن الله عليم بنياتهم وسيحاسبهم عليها. إنما الأعمال بالنيات، لماذا فعل هذا الفعل؟ لله
أو لمصلحة معينة الله يعلمه، وإن كان هو جهله وظنه أن الناس وظن أن الناس تجهله. إن الله عزيز أي يأخذ بقوة، غالب لا يقدر عليه شيء، قوي حكيم فيما يفعل وفيما يتصرف، فيجازي المؤمنين بالجزاء الحسن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ما هي الوعود التي وعد هناك في النفاق؟ وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم إلى آخره. هنا يقول الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات ثلاثة وعود حسنة. الوعد الأول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تجري من تحت أشجارها الأنهار، وهذا أمتع شيء بالنسبة للإنسان أن يجد الخضرة والماء والجمال الطبيعي. تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها الأنهار ومن تحت قصورها. الوعد الثاني ومساكن طيبة في جنات عدن، المساكن القصور الجميلة الجيدة التي يسكنونها في جنات عدن، جنات إقامة يعني لا يخرجون منها. والوعد الثالث اللي هو أهم من كل الوعود ورضوان من الله أكبر، رضا الله أعظم من كل هذه اللذات. وأنا كنت ضربت مثال في بعض الأحيان أن إذا كان لنا إنسان نحبه كزوجي أو صديق أو عظيم أو أب أو كذا، فإذا وجدنا أن هذا الشخص يرضى عنا فعلنا فعل ونسر ورضي عنا، نشعر بسعادة ونشوة عظيمة جدا. فكيف برضوان الله تبارك وتعالى الذي خلق جميع اللذات؟ واللذة في الدنيا دفع ألم، أما في الآخرة اللذة للذة وللسعادة. فرضوان الله هو أعظم سعادة بالنسبة للإنسان في جنات الخلد، ورضوان من الله أكبر يعني أكبر من كل ما ذكر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الجزاء الرفيع النفيس الذي أعده الله للمؤمنين والمؤمنات. يوم الدين هو يوم الظفر والربح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنته دار الخلود، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.